بسم الله الرحمن الرحيم. من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت على موقع المرحوم محمد بدوي دسوقي الذي وفته المنية رحمة الله عليه في دائرة الجيزة. المؤشرات الأولية التي تم إعلانها من خلال اللجان الفرعية أكدت فوز السيد محمد أبو العينين بفرق ساحق بينه وبين المرشحين الآخرين. سيد محمد أبو العينين ليس غريبا على الجيزة، وكان نائبا قبل ذلك لعدة دورات، وكان رئيسا للجنة الصناعة بالبرلمان ونائبا لرئيس البرلمان الأورو متوسطي. التحية والتقدير للسيد محمد أبو العينين والتهنئة بفوزه في هذه الانتخابات البرلمانية.